يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة المجلس الشهر الجاري، ومن المقرر أن يلقي شكري بيان مصر أمام مجلس الأمن حيث يستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والجهود التي تقوم تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام فضلا عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة